تخيل لو عندك فرصة أن تحصل على تذكرة سفر ذهبية تتيح لك السفر لأي مكان في العالم وفي الدرجة الأولى، ولو قلت لك أن هذه التذكرة موجودة هل تتمنى الحصول عليها؟ اليوم راح نتكلم عن التذكرة الذهبية اللي ضررها أكثر من فوائدها على شركة الطيران اللي أصدرتها. إذا أعجبك محتوى قناتنا دعمنا من خلال الاشتراك في اليوتيوب وضغط زر الجرس ليصلك جديدنا، وللتواصل والحصول على معلومات إضافية زوروا صفحتنا في فيسبوك وإنستغرام وتابعونا. هناك قصص كثيرة عن شركات ارتكبت أخطاء في تاريخها، وهذه الأخطاء كلفتها الملايين أو المليارات في بعض الأحيان، مثل استحواذ مايكروسوفت على نوكيا، أو أخطاء من ناحية القرارات مثل عدم استحواذ ياهو على جوجل في بدايتها. وقصة اليوم هي عن شركة أمريكان إيرلاينز للطيران وخطأها بإصدار التذكرة الذهبية أو التذكرة A، وهي بطاقة تتيح لحاملها السفر لأي مكان في العالم وفي أي وقت طوال حياته وفي الدرجة الأولى، وسعر هذه البطاقة كان ربع مليون دولار. نعود للتاريخ للثمانينات من القرن الماضي. كانت شركة أمريكان إيرلاينز تعاني في الأرباح قليلة مقارنة بالمنافسين، ولهذا قررت الشركة طرح شيء جديد في السوق وهي بطاقة A، واللي كانت فكرة جديدة في العالم. كان سعرها كما قلنا ربع مليون دولار، وتستطيع شراء تذكرة ثانية بعد بطاقتك بسعر 150 ألف دولار تعطيها لمن تحب في أي وقت في حياتك، يعني أن سعر البطاقتين هو 400 ألف دولار، وهو ما يعادل 1.2 مليون دولار اليوم. وعند طرح هذه البطاقة اشتراها 28 شخص فقط، لكن بعد فترة اكتشفت الشركة أنها ارتكبت أكبر خطأ في تاريخها. الشركة توقعت من خلال دراستها للمشروع بأن صاحب البطاقة سيستخدمها لعدد معين بالكثير سنويا، ولكن هذا لم يحدث، وما حدث هو العكس. نتعرف على ستيفن روستن واللي كان مستثمر من شيكاغو. ستيفن اشترى البطاقة في عام 1987، وخلال 25 سنة استخدم ستيفن البطاقة 10,000 مرة. كان ستيفن مثلا إذا أحس بالجوع يأخذ تذكرة الطيارة للندن ويتغدى مع صديق هناك، وفي نفس اليوم ينتقل من لندن لبوسطن ليشاهد مباراة بيسبول ليعود لشيكاغو في نفس اليوم، وكان يسافر مرات فقط لشراء الغداء من مطعمه المفضل. يعني في هذا المثال إذا أحس ستيفن بالجوع فإن الشركة تدفع الآلاف فقط ليشبع. ولكن المشكلة ليست في ستيفن فقط، فالكثير اتبع نفس الأسلوب، مثلا مايك جويس واللي سافر للندن 16 مرة في 25 يوم، مع العلم أن أسعار التذاكر في الثمانينات كانت أكثر من أسعار التذاكر الآن ب50%، يعني أن التكلفة عالية على الشركة. الشركة بدأت تشعر بفشل الفكرة، فالتكلفة المقدرة لهذه التذاكر سنويا هي مليون دولار لكل شخص. في عام 2008 وصل عدد المايلات اللي استخدمها ستيفن روستن هي 10 مليون مايل، واللي زاد الأمر سوء أن ستيفن وغيره كان يستغلون ثغرة في العقد، حيث أن البطاقة الثانية بدون اسم وهي لمرافق، ولهذا كان ستيفن في كثير من الأحيان يعطي تذاكر مجانية لمن يختاره في رحلات لأشخاص لا يعرف. وهو ما اكتشفته الشركة وسحبت البطاقة منه، فقرر رفع قضية عليها. القضية لم تستمر وتم إغلاق الملف بعد الاتفاق بين الطرفين. في 2004 حاولت الشركة إعادة البطاقة وبسعر 3 مليون دولار للبطاقة الرئيسية، ومليونين دولار للبطاقة المصاحبة، ولكن لم يشتري أحد هذه البطاقة. واليوم رغم إغلاق المشروع لكن هناك 25 شخص لا يزالون يملكون هذه البطاقة، بينهم مارك كيوبن ومايكل ديل مؤسس ديل للكمبيوترات. إذا حصلت فرصة الحصول على هذه التذكرة إلى أين ستذهب؟ أخبرنا في التعليقات. وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك في قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك والإنستغرام. ممكن تشوف هنا مجموعة من الفيديوهات لمواضيع مختلفة.